As speeding motorists drives along a straight road at a constant أو at a constant speed 15 متر per second اللي هو ده سيارة ماشية بسرعة ثابتة 2 seconds after she passes a policeman who's barking at the speed limit sign يعني عمال يطالع السرعات فلقاها إن هي عدت يعني السرعة المسموح بها the policeman starts from rest and accelerates at 2 meter per second squared to overtake her عايز يحصلها the time interval required for the policeman to reach the motorist is صاحبتنا دي ماشية ب 15 متر بير سكند وسابقة بثانيتين فهتمشي 15 في تي زائد 2 تي ده اللي هو هيمشيها البوليسمان هو هيمشي بأكسلريشن فيبقى المسافة بتاعته احنا قلنا مسافة السيارة 15 في التي بتاعت الزمن البوليسمان زائد ثانيتين هي كانت سابقة بيهم أما البوليس في نوت تي زائد نص اي تي سكوير لأن في أكسلريشن بدأ بصفر عندنا اكسلريشن 2 يبقى نص مع 2 بقى تي سكوير نساوي الاتنين ببعض عشان يلحقها لازم السيارتين يتساوي يبقى 15 تي بلس 2 يساوي تي تربيع نقدر نحل معادلة من الدرجة التانية 15 تي زائد 30 أودي دول من هناك يبقى تي تربيع ناقص 15 تي ناقص 30 يساوي صفر مود 5 3 نحل يدينا حلين واحد بوزيتيف طبعا نقبله مفيش طبعا زمن بالنيجاتيف نرفضه يبقى 16.8 seconds. A particle at x equals minus 6 meter starts to move from rest along the x axis with constant acceleration. Find its acceleration meter per second squared of the time required for the particle to reach x equals 8 meter is 2 seconds. يعني هو مديني الدلتا اكس من ماينس 6 ل 8 ومديني السرعه الابتدائيه بصفر ومديني الزمن وطالب الاكسلريشن الدلتا اكس 8 ناقص ناقص 6 يعني 14 هنا صفر نص في ايه المجهوله 2 تربيع يبقى 14 يساوي 2 A A بتساوي 7 متر per second squared Two cars A and B start racing from rest at T equals 0 with constant acceleration الأولاني A والثاني half A After 10 seconds The distance between the cars becomes 100 meter. يعني اللي ماشي بإيه سبق بمية متر بيقولي calculate the acceleration. ده هيجي هنا وده هيجي هنا ده ماشي acceleration A وهنا بنص A. المسافة فرقت 100 متر بعد 10 ثواني احنا عارفين ان الدلتا اكس بتساوي الفي نوت تي مع نص اي تي سكوير فلو ده الجسم اي وده الاوبجكت بي يبقى الدلتا اكس اي طبعا السرعة في الابتدائية قال كلهم الاتنين فروم ريست الحتة دي بصفر يبقى نص A في 10 تربيع يعني 50 A والدلتا اكس B هتبقى نص والاكسلريشن بتاعته نص A في 10 تربيع يعني هتبقى 5 هنا 25 هنا 100 على 2 50 هنا 100 على 4 يبقى 25 A بيقول الفرق ده عامل 100 متر يعني دلتا اكس اي ماينس دلتا اكس بي بيساوي 100 متر يعني 50 اي ودي 25 اي يعني 50 ناقص 25 يبقى 25 اي هتساوي 100 يبقى الاي
هتساوي 125/4، والوحدة الأكسلريشن متر بير سكند تربيع. A particle is moving along the positive x-axis. Its speed decreases uniformly from 0.4 ل 0.2 في 5 seconds. يبقى عندي سرعة ابتدائية وسرعة نهائية وزمن. And it moves with a constant acceleration. الأكسلريشن اللي هيتحرك فيها في المرحلة الثانية during the first the next 4 seconds. بيقول what is the average speed؟ يعني نجمع المسافتين ونقسم على التوتال تايم. المرحلة الأولى كانت سرعته هنا 0.4 متر بير سكند، وهنا 0.2 متر بير سكند، وعندي الزمن. أقدر أحسب المسافة الأولانية. طيب المسافة الثانية بدأ بده وعنده acceleration ماينس، لا مش ماينس، 0.2 بس متر بير سكند سكوير، وعنده زمن تي بتساوي 4 ثواني. هنا التي بتساوي 5 ثواني. فالحتة الأولى أقدر أحسب المسافة وعندي الزمن، والثانية أقدر أحسب المسافة وعندي الزمن. أجمع المسافتين وأقسم على مجموع الأزمنة. طيب دلتا إكس 1، طالما عندي سرعة ابتدائية وسرعة نهائية أجيب الأفريج وأضرب في الزمن. بالنسبة للثانية عندي سرعة ابتدائية وزمن وأكسلريشن، يبقى دلتا إكس 2 خدها من القانون الثاني اللي هو الفي نوت تي، أو نسميه الثالث نص اي تي تربيع، إن في أكسلريشن 0.4 0.2 5، بدأ ب 0.2 4 0.2 4 تربيع. 0.6 على 2 يبقى 0.3 0.35 يبقى 1.5 متر. 0.8 وهنا دول 16 في 0.1 يعني 1.6 1.6 و 0.8 يبقى 2.4 متر. إذن الـ average speed هتساوي مجموع المسافات على مجموع الأزمنة، يعني هنا 1.5 مع 2.4 وهنا 5 مع 4 3.9/9 يطلع الـ average speed 0.433، والوحدة طبعا ما ننساهاش متر بير سكند. Car A moving along a straight road with a constant speed of 20 meter per second toward car B. يبقى عندنا هنا سرعة ابتدائية وثابتة، ال V بتساوي 20 متر بير سكند، والأكسلريشن بتساوي صفر لأن قال لي constant speed. بقول when the distance between the two cars becomes 800 متر، يبقى المسافة من هنا بين ال A وال B 800 متر، car B starts، يبقى ال V node بصفر، from rest toward car B with a constant acceleration ال A B بتساوي 2 متر بير سكند سكويرد. How long، يسألني على الزمن، how long للسؤال عن الزمن، will take the two cars to pass each other، يعني متى يلتقوا، يعني يقطعوا المسافة 800 مع بعض الاثنين. والله لازم احسب الدلتا اكس 1 اللي هي بتساوي V نوت في T، يعني 20 في T. طب ليه مفيش acceleration مع constant
سبيد، يعني مفيش اكسلريشن. طب والدلتا اكس 2؟ لا، دلتا اكس 2 هتكون في نوت تي، ده بصفر، نص اي تي سكوير، احنا عايزين التي اصلا. طيب هو الفي نوت بكام؟ بصفر، يبقى الحته دي كلها بصفر، يعني بدأ بصفر. طيب والاي اللي باتنين، والتي مجهولة، اتنين تروح مع النص يديني تي سكوير، يبقى دي الدلتا اكس 1 بتاعت السعر اي او دلتا اكس اي، ودي الدلتا اكس بي. والله احنا عارفين دلتا اكس اي زائد دلتا اكس بي مع بعض لازم يقطعوا مسافة 800 متر عشان يلتقوا، يبقى معنى كده 20 تي، وهنا تي تربيع يساوي 800. اذا التي بتساوي، هنمسك الآلة ونقول ايه بقى، نقول معادلة من الدرجة الثانية اللي هي مود اكس 3، اهو هقول كده مود اكس، مود 5، 3 معادلة من الدرجة الثانية. طيب التي تربيع بواحد، التي ب20، التمنية تدخل كده بقى ماينس 800، بس يبقى معادلة صفرية. وقول يساوي، يطلع حل ب20 سكند وماينس 40، 20 سكند وماينس 40 سكند. طبعا ده اكسبتد لان الزمن موجب، وده ريجكتد، يبقى الصح بتاعنا اللي هو 20 سكند. يبقى لو مشي ده 20 سكند، 20 في 20 ب400، وده هيمشي 20 تربيع يعني 400، ده هيقطع 400، ده هيقطع 400، مع بعض يساوي 800. مش لازم طبعا يتساوي بالصدفه هنا تساوي، ولكن لازم لما اعوض هنا وهنا مجموع الاثنين 800 متر. A box slides across a floor with an acceleration of magnitude 0.5 meter per second square in a direction opposite to its velocity. يعني لو صاحبنا ماشي يمين السرعة كده هتبقى الاكسلريشن العكس، هادي الـ A اهي، دي سرعة ودي اكسلريشن. بيقول if the speed of the box is 4 meter per second after sliding 9 meter، يعني لو الحتة دي 9 متر من هنا لغاية هنا من الأول للآخر، بيقول لي السرعة هنا، السرعة مش السبيد مش الفيلوسيتي، بتساوي يعني البي النهائية بتساوي بغض النظر هي بقى موجبة ولا سالبة 4 متر بير سكند. بيقول لي وات واز اتس انيشال سبيد، هنا برضو بغض النظر هي كانت موجبة ولا سالبة. الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفين ان الاكسلريشن عكس الفيلوسيتي، وعندنا مسافة، ايه اللي يلم دول؟ الحاجة ما فيهاش زمن، الحاجة ما فيهاش زمن اللي هي في سكويرد بتساوي في نوت سكويرد زائد 2 اي دلتا اكس. القانون ده ما بيفرقش بين السرعة اللي هي الفيلوسيتي والسبيد، ليه؟ لان في الحالتين احنا بنربع سواء موجب او سالب، يعني لو السبيد موجبة، السبيد طبعا لازم موجبة، لو السرعة موجبة او السرعة سالبة السبيد دايما موجبة، فما بيفرقش معانا سرعة موجبة سالبة هتتربع، وبالتالي القانون ده ينفع دايما حق السبيدز. اقول ان السرعة النهائية اللي هي، عشان اكتب هنا دي باربعة في النهاية، البداية ما احناش عارفينها، الاكسلريشن عكس الاتجاه السرعة يعني ماينس نص، ودي 9. اذا الفي نوت هتطلع متر بير سكند. هنعمل ايه؟ 2 في نص ضعف 9، 9 مع 16 25، جذر ال 25 5 متر بير سكند. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفيلوستي، الانيشيال فيلوستي او انيشيال سبيد، انيشيال اسف سبيد، يعني اقدر اعمل كده او اكتب السبيد، يعني بتساوي السبيد اللي هو سأل عليها. A car is moving along the positive x-axis. If it starts
from point A with a speed of 10 متر بير سكند. يبقى الفي نوت عندنا and accelerates at a rate of الاكسلريشن عندنا to reach a point B at a speed of يبقى الفي فاينل عندنا يبقى عندنا الفي نوت والA والفي فاينل. القانون الثاني حلو قوي، يجيب الدلتا اكس لو طلبه او ممكن يطلب الزمن مثلا. What is the distance in meter between point A and B؟ طالما احنا عندنا نقطتين وعندنا الفي نوت ب10 وعندنا الفاينل ب20 وعندنا الاكسلريشن ب3، القانون الثاني لو جمعهم يطلع لي الدلتا اكس اللي هو طالبها، اللي هو الفي سكويرد، الفي النهائي سكويرد بتساوي في نوت سكويرد زائد 2 اي دلتا اكس. هنا 20 تربيع 10 تربيع، فتروح منها تصير 300 على 6 دلتا اكس ب50. اذا الدلتا اكس سؤال مباشر طبعا 50 متر، يبقى دي إجابة السؤال. A boy runs from rest، يبقى السرعة الابتدائية بصفر with constant acceleration of 3 meter per second square، يبقى عندنا الاكسلريشن. بيقول لي what is his average velocity during the first 2 seconds، يعني عايزين السرعة الابتدائية والسرعة النهائية ونقسمهم على الاثنين. طيب احنا عندنا السرعة النهائية بتساوي ايه؟ بتساوي السرعة الابتدائية زائد الـ A في الـ T. احنا عايزين الافرج، يبقى لازم اجيب ابتدائي ونهائي. طيب الابتدائي قال لي بصفر والاكسلريشن قال لي بثلاثة والتي قال لي باتنين، معنى كده ان الفي النهائية بكام؟ 3 في 2 معلومات ان هي 6 متر بير سكند. هو عايز الافرج، يبقى اقول له كده الفي افرج بتساوي الابتدائي زائد النهائي على 2. طبعا ممكن النهائي يكون اسمه مثلا في فاينل، مش مشكله الاسم. الابتدائي في انيشال اي، برده مش مشكله الاسم. في نوت او في اي، والفي النهائيه سواء في او في اف. طيب تعالوا نعوض كده، الفي نوت بصفر والفي ب 6، 0 و6 6 على 2 يديني 3 متر بير سكند. يبقى الافرج فيلوستي during the first 2 seconds 3 متر بير سكند. عملت ايه؟ عندي سرعه ابتدائيه، جبت السرعه النهائيه لان عندي الزمن وعندي سرعه ابتدائيه وعندي الاكسلريشن. خدت الابتدائي مع النهائي، جمعتهم الاثنين على بعض وقسمت على 2 اداني السرعه المتوسطه. A car covers a distance of 40 meter in 8.5 seconds while uniformly slowing down to a final speed of 2.8 متر بير سكند. يعني صاحبتنا السيارة دي كانت هنا وبعدين بقت هنا، هنا كانت سرعتها قال لنا 2.8 متر بير سكند، هنا كانت في نوت مانيش عارف. طيب المسافة قال لي 40 متر وفي 0.5 seconds. ما في كام حاجة؟ ادي 1 2 3، اقدر اجيب الفي نوت واقدر اجيب الاكسلريشن لو هو طلبها. بيقول لي فان ذا كارز اكسلريشن ان متر بير سكند سكوير، طبعا عارفين كل القوانين فيها في نوت، فاول حاجة احاول اتخلص من مشكلتي في الفي نوت اجيبها. اللي يلم التلاتة دول مع الفي نوت القانون الرابع اللي هو بيقول دلتا اكس بيساوي الفي نوت زائد الفي على 2 ضرب تي. طبعا ممكن الفي نوت تبقى في اي، الفي تبقى في فاينل، مش مهم الاسماء، كل جامعه بتسمي او كل كتاب بيسمي على كيفه، لكن دي الابتدائي ودي النهائي. هنا في 8.5 والفي النهائي قال لي 2.8، لسه دي مجهوله عايزينها ودي ب 40. طيب نقول كده 40 في 2 80 على 8.5،
هيطلع جواب ناقص 2.8، يطلع ان الفي نوت رقم حلو كده 6.61 متر بير سكند. عرفنا خلاص الفي نوت، اقدر استخدم اي قانون حسب اللي هو عايزه. عايز الاكسلريشن، طبعا كل القوانين اللي فيها الاكسلريشن سواء الاول او الثاني او الثالث ينفع. تعالوا نجرب قانون او اتنين نجيب بيه الاكسلريشن عشان نتاكد ان احنا صح. القانون الاولاني مثلا يمشي حاله، في النهائيه بتساوي في الابتدائيه زائد الاي تي، البي الفاينل تساوي البي انيشال زائد الاي تي حسب المسميات. ده 8.5 والاكسلريشن مجهول عايزينها، والحته دي ب 6.61 لسه جايبينها، ودي ب 2.8. يبقى اعمل ايه؟ هقول 2.8 ماينس الانسر اللي جبته من شويه واقسمه على 8.5، فتطلع الاكسلريشن طبعا رقم سالب، اذا الاكسلريشن ده جوابنا ماينس 0.448 يعني 5 متر بير سكند سكوير. يبقى دي طريقه اجيب بيها الاكسلريشن. احنا جبنا البي نوت، اقدر استخدم اي قانون في الاكسلريشن. تعالوا مثلا نستخدم القانون الثاني او الثالث. نستخدم الثاني اور الفي النهايه تربيع بتساوي الفي الابتدائيه تربيع زائد 2 في الاي في الدلتا اكس. احنا عايزين الفي الابتدائي النهائيه ولا عايزين اكسلريشن؟ صحيح. يبقى دي كانت عندنا ب 2.8 سكوير، ودي جبناها ب 6.61 سكوير، والدلتا اكس ب 40، والاي هي اللي مجهوله. هنعمل ايه؟ هنقول 2.8 سكوير ناقص 6.61 سكوير، طلع جواب على 80 زي ما احنا شايفين. طلع الجواب برضو ماينس 0.448، يبقى اذا الاي تساوي ماينس 0.48 متر بير سكند سكوير. طب مهندس حماده، واحنا لازم نعمل حلين في الامتحان؟ لا طبعا، حل واحد يا ده. انت ممكن تعمل التاني في ورقه خارجيه عشان تطمن ان انت صح. طب والقانون الثالث يمشي؟ القانون بقى اللي هو الثالث اللي هو دلتا اكس اور، ده لو احنا عايزين برضو نتاكد اكتر، في نوت تي زائد نص اي تي سكوير. عندنا الدلتا اكس ب 40، الفي نوت قلنا ب 6.61، الزمن ب 8.5، كل دول نطلع نفس الناتج لانهم مشتقين من بعض القوانين. 40 احنا عايزين دي ناقص 6.61 في 8.5، طلع رقم. نضرب في 2 ونقسم على 8.5 تربيع، زي ما احنا شايفين طلع الجواب بماينس 0.448، يعني برضو نفس النتيجة للأسف، ماينس 0.45 متر بير سكند سكوير. طبعا تكفي واحدة بس فيهم، أو يكفي تحل واحدة وتشوف اللي جنبك تتأكدوا مع بعض قبل ما تروح للسؤال اللي وراه. يبقى هو كان مديني السرعة النهائية والزمن والمسافة باستخدام الثلاثة دول. في القانون الرابع جبنا الفي نوت، بعدين نستخدم اي قانون عشان اجيب الاكسلريشن. اتراك ستارتس تو موف فروم ريست وذ ا كونستانت اكسلريشن اوف 2 متر بير سكند سكوير. اكيد هنا ناسيين السكوير. بيقول افتر 40 سكندز ا كار ستارتس فروم ريست برضو وذ كونستانت اكسلريشن تو فولو ذا تراك. ذا كار ريتشز ذا تراك افتر 20 سكندز. يعني مشيت بقى قد ايه؟ الكار مشيت 40 بس التراك مشيت 60. بيقول لي فايند ذا اكسلريشن اوف ذا كار. طب الاول نرسم كده، ده التراك، التراك مشي 60 سكندز لان مشي الاول 40 وبعد 20، لا مشي 40 والسيارة لحقته بعد 20، فمشي اجمالا 60. اما السيارة فمشيت 20 بس، هي بدأت بعد 40 ثانية ولحقت السيارة، لحقت التركب بعد 20 ثانية، يبقى دي مشيت 20 ومشيت 60. طيب هنا الفي ابتدائية كانت بصفر والاكسلريشن قال لي ب 2 متر على السكند سكوير، حلو. طب بالنسبة للسيارة برضو فروم ريست زي التراك والاكسلريشن كانت مجهولة،
احنا عندنا المسافة متساوية، ده بيساوي ده، يعني احسب مسافة ده ومسافة ده وساويهم ببعض. طيب الاولانية كان عندنا السرعة الابتدائية والاكسلريشن والزمن، يبقى الدلتا اكس بتساوي في نوت تي زائد نص اي تي سكوير. اقدر استخدمه مرة للترك، فاقول دلتا اكس للترك بتساوي الحتة دي بصفر، لان الاتنين بصفر، ده بصفر زائد نص، والاكسلريشن عندي باتنين، والزمن عندي بسكستي سكوير. كده نقدر نحسبه، اللي هي دي تروح مع دي 3600 متر. طيب استخدم نفس القانون، دلتا اكس كار برضو دي بصفر زائد نص، الايه مجهولة المرة دي، والتي بعشرين سكوير. اللي احنا عارفينه ناخد الحتة نحطها هنا 3600، بس محتاجين نجيب الايه 3600 في 2 تقسيم 400، فطلعت 18. اذا الاي بتاعت السيارة يساوي 18 متر بير سكند سكوير. نستعرض المسألة مرة تاني، وبيقول لي عندنا تراك مشيت 40 ثانية وبعدين بدأت السيارة دي تتحرك، بعد 20 لحقتها، يعني دي اتحركت 60 ودي اتحركت 20، التراك قطع المسافة دي في 60 والسيارة قطع نفس المسافة في 20، المسافتين متساويين، يبقى لو عرفت احسبها من واحدة هي بتاعت التانية. بالنسبة للتراك عندي سرعة ابتدائية بصفر، طيرت دي، والاكسلريشن معروفة والزمن معروف، جبت المسافة. بالنسبة للسيارة عندي المسافة صارت معروفة والزمن معروف، الاكسلريشن مجهولة، جبتها.